فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: حينما ننصح الذين يبالغون بالتجويد والقراءة بالتجويد يقولون هكذا وردت الرواية أنهم قد أقرئوا بهذه الرواية وهذا التجويد، يقول كيف نجيب عن ذلك؟ يقول نعم، يقولون هكذا أقرئنا بهذه الرواية. أقرئنا؟ نعم، أبدا ما أقرئوا بهذه الطريقة. القراء المشهورون لا يقرؤون بمثل قراءة بعض الشباب من المبالغات والتمطيط والتكرار والتقطيع، ما ينكر القراء المشهورون ينكرون هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.